لما قال الرسول أن المرء مع من أحبه، قال أنس: ما فرحنا في الإسلام فرحا أعظم من فرحنا يوم قال الرسول: المرء مع من أحب. قال: إني أشهد أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، ونحن الحمد لله نحبهم، نحب رجالا تحققوا أنهم ليسوا من أهل النار، والمرء مع من أحب، فهذه أرجى ما نرجو لأنفسنا.